بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 95. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت بالواو، أن ذلك لا يجوز، لأن الواو تقتضي المشاركة بين الطرفين، المعطوف والمعطوف عليه، والله جل وعلا لا شريك له، وأن الصواب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال ما شاء الله ثم شئت، تأتي بثم، لأن ثم للترتيب مع التراخي، وأما الواو فهي للجمع، فتجعل مشيئة الله بعد مشيئة، تجعل مشيئة العبد بعد مشيئة الله، تجعل مشيئة العبد بعد مشيئة الله بثم، ومترتبة عليها، وهذا هو الصواب، هذا من مكملات التوحيد، من مكملات التوحيد أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ولا تقل ما شاء الله وشئت. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قتيلة هي قتيلة بنت الحارث الهلالية، صحابية جليلة. نعم. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. اليهود لأن لهم هوى أدركوا هذا، أدركوا هذا الخطأ، لأن لهم هوى وهم يريدون أن يعيبوا على المسلمين، تصيدون عليهم الأخطاء، فهذا اليهودي قال إن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يهود المدينة، فقال: يا محمد، إنكم تشركون، كيف تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون ما شاء الله وشئت. أدرك هذا اليهودي هذا الخطأ، وإن كان يسيرا على المسلمين، لأن له هوى، وينسى ما عند اليهود من الطوام والشركيات، ينسى ذلك، ولكن لم يمنع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالصواب، ولو جاء به العدو، فالحق ولو جاء به العدو تقبله، تقبل الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت.
لأن ثم تجعل مشيئة العبد بعد مشيئة الله ومترتبة عليها، وهذا هو التوحيد، وهذا فيه نجاة من الشرك اللفظي، شرك لفظي ولكن يتجنب ولو كان لفظيا. نعم. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، وتقولون والكعبة، تحلفون بالكعبة. والكعبة مشرفة ولها مكانة عظيمة في الإسلام وعند المسلمين وعند الله قبل ذلك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذه الكعبة المشرفة. ومع هذا لا يجمع بينها وبين المخلوق في المشيئة. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا، لا يجمع بينها وبين المخلوق في الحلف، في الحلف. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الصواب، وأخذ بقول اليهود لما جاء بالحق، فالحق يقبل ممن جاء به، فأمر صلى الله عليه وسلم بتعديل العبارة، بدل ما شاء الله وشئت تقول ما شاء الله ثم شئت. العبد له مشيئة بلا شك، والله له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن تجعل مشيئة العبد بعد مشيئة الله، ويفصل بينهما بثم لا بالواو. والحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعمل به، فإنه يعمل به في مجال الأمر والنهي احتياطا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة بنت صفي الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، يعني ولو كان عدوا، ولو كان هو عنده أخطأ أكبر من ذلك فإننا نقبل الحق. نعم. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة، الحلف بالكعبة لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف بالشيء تعظيم له، تعظيم حق لله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. نعم. الكعبة وإن كانت عظيمة ومعظمة ومشرفة ولكنها مخلوقة لا يحلف بها. نعم. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام، لا يصلح
لا يصلح منه شيء لا لملك. عن الشرك عام في الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لا يتساهل بالشرك الأصغر لأنه يقود إلى الشرك الأكبر، فهو وسيلة إليه. نعم. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. لا لملك مقرب كجبريل عليه السلام، ولا لنبي مرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا للكعبة التي، ولا بالكعبة مع أنها بيت الله العتيق ومكانتها في الإسلام عظيمة. نعم. ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقف عليها حين يبني الكعبة، ترتفع به وتنخفض بأمر الله سبحانه وتعالى، فجعل الله لها مكانة وشرفا، وفيها آثار قدمي إبراهيم عليه السلام، فيها آثار قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، يحلفون بالكعبة ويشركون بالكعبة، فلا يجوز هذا، لا يجوز شيء من الشرك ولو كان شركا أصغر، لأن التهاون به يجر إلى الشرك الأكبر. نعم. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة. هي بيت الله جل وعلا، بيت الله العتيق التي يحج إليها ويعتمر إليها ويصلى إليها في جميع أقطار الأرض، صلى إليها في جميع أقطار الأرض تجهون إليها في صلاتهم. فولي وجهك وحيثما كنتم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني نحوه وجهته. نعم. فالطواف بها مشروع. نعم. والحلف بها ودعاؤها ممنوع. نعم. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. نعم. وإن خالفك من خالفك من جهة الناس الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. لا تنظر إلى الناس وأفعالهم، وإنما تنظر إلى ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، خذ هذا ولا تحد عنه. وإن خالفك الناس ولو آذاك الناس وازدروك، لا تلتفت إليهم، كن مع الله سبحانه وتعالى، من كان مع الله كان الله معه. نعم. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئته، قول اليهودي. نعم. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شرك، أقره على هذا لأنه شرك، لأنه جمع بين الله وبين العبد بالواو، والواو تقتضي المشاركة. نعم. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله. نعم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه. نعم. كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت له سبحانه مشيئة، وأثبت للعبد مشيئة، وجعلها مترتبة على مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أثبت للعبد مشيئة. فمن شاء يعني منكم، من شاء منكم أيها المخاطبون. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. القرآن تذكرة، ومن شاء ذكره يعني قرأه وعمل به، من شاء بمشيئته، فالعبد يعمل بمشيئته، وأثبت الله له مشيئة. نعم. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر. طيب، فالحديث وإن كان فيه ضعف فإن الآية تؤيده، الآية تؤيده وتثبت للعبد مشيئة، ولكنها بعد مشيئة الله، هذا هو التوحيد. نعم. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين نعم. يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. هذا فيها رد على الجهمية والمعتزلة الذين لا يثبتون للعبد مشيئة، لا يثبتون لله مشيئة، لا يثبتون لله مشيئة. المعتزلة لا يثبتون لله مشيئة، وكذلك أشياخهم الجهمية، نسأل الله العافية، فينفون صفة عظيمة من صفات الله عز وجل. نعم. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله، وأنهم مجوس هذه الأمة. نعم، لأنهم ينكرون القدر، الجهمية والمعتزلة ينكرون القدر، والله جل وعلا قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فهم ينفون القدر وينفون سائر الصفات، ولذلك سموا بالمعطلة، لأنهم عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره. أهل السنة والجماعة تمسكوا بما جاء في الكتاب والسنة، فأثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة، وقد أثبت الكتاب والسنة المشيئة للعبد، أثبتوها للعبد، ولكن جعلوها مترتبة وتابعة لمشيئة الله جل وعلا، وهذا هو الحق البين الواضح. نعم. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء. نعم.
مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه. نعم، مشيئة العبد تكون صحيحة وتكون باطلة، إذا شاء الباطل وشاء الانحراف فإن مشيئته باطلة. نعم. من أفعال العباد وأقوالهم. نعم. فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد. كرهه ونهى عنه. نعم. كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لو كفر أهل الأرض كلهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن كفرهم يعود ضرره عليهم، وأما الله جل وعلا فإنه لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما النفع والضرر يرجعان إلى المخلوق، إلى صاحب المشيئة وصاحب الإرادة. نعم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك. الحلف بالكعبة شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بمخلوق لا الكعبة ولا غير الكعبة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا سيأتي له باب مستقل. نعم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله: إنكم تشركون. النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله: إنكم تشركون، ولم يرد عليه ذلك، لأنه حق، والحق يقبل ممن جاء به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. له، وله أيضا، من هو له؟ اللي روى الأول، الحديث الأول. ها؟ النسائي. نعم. النسائي. النسائي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله. النسائي من أحق وأطيب كتب السنن، سنن النسائي رحمه الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، بالواو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا، يعني شريكا، حيث شركت بيني وبينه بالمشيئة، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فأرشده إلى الصواب وإلى التوحيد وإلى ما يبرئ الذمة، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم، وإرشاده لواحد من الأمة إرشاد لجميع الأمة، وأمره لواحد من الأمة أمر لجميع الأمة، إلا إذا كان دل دليل على خصوصية هذا الشخص. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. قال الشارح رحمه الله، الشارح الذي هو
سليمان بن محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن محمد بن عبد الوهاب الذي قتله الحجاج. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. نعم. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. العطف بالواو، لا، أما لو كان بهم فإنه صحيح. نعم. وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبى. ندا أي مساويا لله. نعم. فقد جعله ندا لله شاء أم أبى. أي نعم، ولو قال أنا ما قصدت، وما هو العبرة بقصدك، العبرة باللفظ، العبرة باللفظ المنهي عنه لا تأتي به ولو أنك ما قصدت. نعم. أما لو قصد فيكون هذا الشرك الأكبر. نعم. خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. نعم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن وفقه الله للفقه في الدين فهذا دليل على أن الله أراد به خيرا، ومن حرمه الفقه في الدين فهذا دليل على أن الله أراد به غير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنهم، أخي عائشة لأمها. نعم. أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم. أم عائشة أم رومان، وهي والدة أيضا للطفيل. نعم. قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. قلت: رأيت، هذا في الرؤيا يعني. نعم. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: تقولون عزير ابن الله، هذه مقالة اليهود، عزير ابن الله. وعزير هو عزرا، هو يسمونه عزرا بلسان اليهود عزرا، وهو عزير. يقولون عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون. نعم. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت الرؤيا يعني بهذه الرؤيا. نعم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. كان يمنعني منها كذا، يعني الحياء، كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم
من أن ينبه عليها الحياء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها هو الطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. نعم. وهذه الرؤيا حق، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها. العمل بالرؤيا لا يشرع بها أحكام، الرؤيا لا يشرع بها أحكام إلا إذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع بها أحكام. أما مجرد الرؤيا من غير أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع بها أحكام، ولكن يعمل بها الخير ويترك الشر الذي نبهت عليه. نعم. فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. اي نعم. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك. نعم، هذا من تكميل التوحيد، أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الشرك. نعم. ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان. نعم. لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. نعم. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. نعم، يتجنب الألفاظ التي فيها محذور، ويلتزم بالألفاظ السليمة، ويقوم مقاله حتى يسلم من الوقوع في الخطأ أو الشرك أو الذم. نعم. وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم. نعم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ترك شيئا يقرب إلى الله جل وعلا إلا وبينه لأمته، وما ترك شيئا يبعد عن الله إلا وبينه لأمته صلى الله عليه وسلم، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، الرؤيا الصالحة، يعني ما كل رؤيا، لكن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، جزءا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا، أول ما بدأ به قبل بعثته بالرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نعم. قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي، يثبت بها ما ثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. لأن الرسول أقرها، ولا أقرها إلا بالوحي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر،
نعم، لأن لهم هوى، والإنسان إذا كان له هوى فإنه يعرف حتى الصغائر من الذنوب ليعير بها غيره. نعم. الثانية، فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، فهذا اليهودي لما كان له هوى على المسلمين فهم الخطأ الذي يقع فيه بعض المسلمين فنبه عليه. نعم. الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده؟ صاحب البردة البوصيري يقول يا رسول، يقول البوصيري في بردته قصيدة تسمى البردة: يا أكرم الخلق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق بلا شك، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا، والعياذ بالله الشرك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لله فيهما شيء، تعالى الله عما يقول، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا أشد والعياذ بالله، جعل ما كتب في اللوح المحفوظ بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الغلو والعياذ بالله والشرك الفظيع. نعم. الرابعة، ومع هذا يقرؤونها الآن في الموالد ويرددونها ويفرحون بها، البردة. نعم. الرابعة، أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: يمنعني كذا وكذا. أي ولو كان من الأكبر ما منعه الحياء أن ينكره. نعم. الخامسة، أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، جزء من النبوة، كان صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا. نعم. السادسة، أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. نعم، الرؤيا تكون سبباً لشرع بعض الأحكام إذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن هذا القول، وسبب هذا الرؤيا التي رؤيت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نقف على هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بقول ورب الكعبة؟ نعم، لا بأس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحق يؤخذ ولو من الأعداء. نعم. فهل يؤخذ من المبتدعة احتجاجاً بيقول صدقك بقوله صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب؟ نعم. يقول: هل يجوز أخذ العلم من المبتدع احتجاجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤخذ الحق ممن جاء به يا أخي، يؤخذ الحق ممن جاء به، حتى من اليهود إذا جاءوا بالحق قبلناه، وحتى إبليس إذا جاء بالحق يقبل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول:
هل وصف بعض العلماء بقاضي قضاة الإسلام أو بقولهم فكاد سنا برقه يذهب بالأبصار من الغلو فيهم؟ إيش؟ يقول هل يجوز وصف بعض علماء الإسلام فيقال قاضي قضاة الإسلام؟ إيه نعم، قف عند الأولى، لا يقال قاضي القضاة، قاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال رئيس القضاة، رئيس القضاة، وهذا هو المعمول به في هذه المملكة، يجعلون رئيس القضاة، يسمونه رئيس القضاة، مثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كانوا يسمونه رئيس القضاة. نعم. ثم يقول حفظكم الله، وهل يقال لعالم من علماء الإسلام يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار؟ يقال إيش؟ هل يقال لعالم من علماء الإسلام يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار؟ لا، هذه غلو، هذا غلو ومبالغة، والمخلوق ليس له برق ولا سنا برق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم، القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله يحلف به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كلام الله صفة من صفاته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل من حلف بغير الله يكون كافرا ويخرج بذلك من الملة؟ لا، هذا كفر أصغر، شرك أصغر، حلف بغير الله شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الحلف يقتصر على ثلاثة الأحرف الواو والتاء والباء؟ نعم، هذه حروف القسم ثلاثة فقط، والله وبالله وتالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم قول بالثلاث، هل هو حلف أم طلاق؟ إيش؟ يقول ما حكم قول الرجل بالثلاث؟ ثلاث الطلقات يعني، بكلمة واحدة، بعض العلماء يجعلها طلقة واحدة كالشيخ بن باز رحمه الله، والجمهور على أنها تكون ثلاثا. نعم، كما قال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل العبد تكون مشيئته باطلة إذا أراد الانحراف؟ هل العبد؟ نعم. هل العبد تكون مشيئته باطلة إذا أراد الانحراف؟ أي نعم، إذا شاء شيئا باطلا فمشيئته باطلة، وإن شاء شيئا صحيحا فمشيئته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم هذا البيت، ما الحكم في هذا البيت؟ يقول إذا شئتم شاء الإله وإنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. هذا غلو والعياذ بالله، يجعل مشيئة الله تابعة لمشيئة المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يقصد بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أنه لا قدرة للعبد على أن يشاء شيئا إلا إذا أذن الله للعبد أن يشاء؟ إيه نعم، هذا واضح، أن العبد لا يشاء إلا إذا شاء الله له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الحلف بصفات الله؟ نعم، حلف بصفات الله بأسمائه وصفاته، نعم، مشروع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم قول
ما في قلبي غير الله. هذا قول الاتحادية، قول الاتحادية أصحاب وحدة الوجود والعياذ بالله، أكفر الخلق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الفرق، يقول قائلهم ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله يعني نفسه، فهذا قول أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما في مخلوق وخالق، ما في مخلوق وخالق، ما فيه إلا الخالق فقط، هذه وحدة الوجود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل للشرك في الألفاظ كفارة؟ الاستغفار كفارته الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الفرق بين الحلف بالآيات الكونية أو الشرعية؟ لا يحلف بالمخلوق لا الكوني ولا الشرعي، ما يحلف بالمخلوق إنما يحلف بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول حكم قول الرجل أمانة؟ قول الرجل أمانة، كيف أمانة؟ يحلف بالأمانة، نعم بعضهم يحلف بالأمانة، هذا لا يجوز، لا يجوز الحلف بالأمانة، إنما يحلف بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الذهاب إلى المبتدعة والجلوس عندهم وأخذ العلم عنهم؟ لا يجوز هذا، يأخذ العلم عن العلماء الربانيين المحققين ولا يتتلمذ على علماء الضلال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى أن الرؤيا التي لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها إذا كانت خيرا وتترك إذا كانت شرا، كيف نميز بين الخير والشر؟ إذا كنت ما تعرف الخير من الشر فأنت ما تعرف شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم التمسح والتبرك بالحجر الأسود؟ لا بأس به، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من استلمه فقد صافح الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما وجه دلالة حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؟ يقول في حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، يقول ما وجه دلالة الحديث على أن البراءة من المشرك داخلة في الكفر بالطاغوت؟ أين الطاغوت؟ هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، هذا هو الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول عندهم إمام قرية لا يكفر عباد القبور عينا مع إقراره أن فعلهم شرك، يقول هذا سبق أنكم سألتم عنه، قلنا هذا لا يصلى خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه وهو لا يكفر الكفار والمشركين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من كان يطلب الرقية من غيره، يقول هل هذا نقص في كمال الإيمان الواجب؟ نعم نعم، الإيمان الخالص وأن لا تطلب من أحد شيئا، لا تطلب من أحد شيئا، استغني عن الناس. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كان الصحابة يسقط صوت أحدهم من على الراحلة فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل هو ويأخذ عصاه استغناء عن الناس وسؤالهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أيهما أعظم، الشرك الأصغر أم الكبائر؟ الشرك أعظم، الشرك أعظم من الكبائر ولو كان أصغر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز تعظيم غير الله ولو كان يسيرا؟ تعظيم اللائق بالمخلوق لا بأس، الكعبة معظمة وهي مخلوقة، والتعظيم الذي بقدر لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يؤاخذ المسلم حين يترك إنكار المنكر حياء؟ أي نعم، يؤاخذ على ترك إنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ودل على أنه لا يسوغ للمسلم ألا ينكر المنكر، لكن بحسب استطاعته ولو بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول الزوجة لزوجها: ليس لنا بركة إلا أنت؟ يعني هذا من باب التقدير له، ولا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يقول إذا لم يعجبه قول أحد فلا الله ولا فالك؟ هذا تعبير، المعنى صحيح والتعبير فيه مؤاخذة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم هذا البيت: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ هذا غلو والعياذ بالله، جعل القدر تابع لإرادة المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من الزكاة وهي في بيت زوجها؟ لا يحل تحل زكاة الرجل لولده ولا زكاة الولد لوالده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المسافر لمدة أقل من 4 أيام، يقول: هل يجمع ويقصر الصلاة أم يقصر فقط؟ إذا كان أقل من 4 أيام فلا يقصر، وإنما يجمع فقط. قصر إنما يكون بما زاد عن 4 أيام، وأما الجمع فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله بعد فراغ المؤذن من الإقامة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أعظم الذكر، لا إله إلا الله أعظم الذكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ورد الدعاء بعد الأذان مباشرة؟ يقول: هل ورد شيء في الدعاء بعد الأذان مباشرة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الذي يقال بعد الأذان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
هذه سائلة تقول: أنا امرأة أعمل في شركة فيها اختلاط، ولكن هذا العمل أحتاجه لدفع إيجار بيتي وحوائج أولادي، وزوجي يريد أن أترك هذا العمل وهو يسكنني مع الزوجة الثانية. تقول: ما حكم عملي؟ لك الحق أن تطلبي مسكنا مستقلا، وأما العمل فلا تعملي مع هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم حج من لديه رهن عقاري على منزله؟ نعم. يقول: ما حكم حج من لديه رهن ربوي على منزله؟ لا يحج من الربا، يحج من مال طيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم شراء الكتب التي طبعت من غير إذن أصحابها؟ لا بأس بها، الكتب للجميع، الكتب للجميع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والمسؤولية على من طبعها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والدي يأمرني بحلق لحيتي خوفا علي، يقول: فهل أطيعه في هذا؟ لا، هذا أمر بالمنكر، أمر بالمنكر، ولا تجبه إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم حفظكم الله. هذا سائل يقول: هناك من يصف طلاب العلم الذين يقومون بمناصحة أصحابهم عند فعلهم لبعض المنكرات، يقول يصفهم بالتشدد، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا غلط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو من التشدد، من التوسط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل به زكام وتيمم وصلى، ثم جاء رجل وهو يصلي فأتم به، هل صلاته صحيحة؟ كلاهما صلاته غير صحيحة، فيعيدون الصلاة. نعم. وهذا أنت سألت عنه في الدرس الماضي، ما أدري كيف ردت علينا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا تم المسح على الجوارب ثم احتجت أن أخلع، هل يجب علي أن أتوضأ؟ نعم، يبطل الوضوء بخلع الممسوح، يبطل الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ لا يصلى عليه، إذا ثبت أنه لا يصلي فلا يصلى عليه، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، ومن تركها فقد كفر كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التعطر بما ثبت فيه، يقول، نسبة من الكحول الكولونيا؟ مستهلكة، هي كانت مستهلكة ولا وجود لها، إنما الرائحة فقط ولا وجود لذاتها، فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إلصاق الكعب بالكعب في الصلاة واجب في الصلاة؟ تقارب، ما هو إلصاق الكعب بالكعب، لكن التقارب وسد الفرج، هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تقارب وسد الفرج بمحاذاة المناكب والأكهب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا عم المنكر كيف يكون الإنكار؟
ينكر ولو عم المنكر، ينكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، واجب عليك إنكار المنكر حسب استطاعتك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخلت مع الإمام بعد الركوع، يقول هل إذا كبرت تكبيرة الإحرام أقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا، ما في وقت تقرأ الاستفتاح، كبر تكبيرة الإحرام ثم اركع مع الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا يفعل المسافر إذا صلى العصر خلف المقيم؟ يقول هل يسلم بعد الركعة الثانية أو يتم الصلاة مع الإمام؟ نعم، حكم الإمام، حكم الإمام. المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز صبغ الشعر الأسود؟ يقول هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟ لا، لا يجوز صبغه باللون الأسود، إنما يصبغ بغير الأسود، بما يغير الشيب بغير السواد. قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يمتلك محلا للمواد الغذائية، يقول أنه يمتلك محلا للمواد الغذائية، كيف يستخرج زكاة المال؟ من القيمة، يستخرج زكاة المال من القيمة. إذا بلغ نصاب، إذا بلغ نصاب ما عنده بلغ نصابا فإنه تجب عليه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تعلم علوم الشريعة سوى العقيدة من أهل البدع؟ لا، لا تجالس أهل البدع ولا تقرأ عليهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أبين للناس ما ينشره المستشرقون من شبهات بالرد عليهم كي لا يقعوا فيها؟ لا، لا تنشرها من أجل الرد عليها، لئلا يصدقها بعض من يسمعونها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال السبحة التي تحتوي على شيء يسير من الفضة؟ لا يجوز استعمالها، التي فيها شيء من الفضة أو من الذهب لا يجوز استعمالها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يسافر يوميا مسافة 200 كيلومتر، يقول هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ هذا سائل يسافر يوميا مسافة 200 كيلومتر، يقول هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ نعم، نعم يجوز لك أن تقصر الصلاة في السفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هذا الكلام صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم أنه لم يتواضع بذلك؟ لم يتواضع؟ نعم، هذا إخبار، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بمكانته. نعم، وهذا تحدث بنعمة الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما كفارة الحلف، ما كفارة الحلف بالله كاذبا؟ استغفار، يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: توفي قريب لنا رحمه الله وقد قمت بواجب التعزية بعد الصلاة عليه، ولكن والدتي تأمرني
أن أذهب لبيتهم في أيام التعزية، يقول فهل أذهب أم وأطيعها؟ لا، لا يجوز الاجتماع للتعزية، لا يجوز الاجتماع للتعزية، وإنما يعزى المصاب في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة وينتهي الأمر، ما حاجة إلى اجتماع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما تفسير قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نعم، اتخذ يعني يطيع هواه، يطيع هواه، ما يأمره به هواه يطيعه، وما ينهاه عنه هواه يجتنبه، هذا اتخذ إلهه هواه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الضوابط في العمل بالحديث الضعيف في الأمر والنهي احتياطا؟ نعم، إذا كان له شواهد تقويه ولم يعلم أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به في الترغيب والترهيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد ويقول أتيت للعمل، هل لي أن أقصر الصلاة؟ يبي يقيم في البلاد كم؟ للعمل؟ نعم، العمل لا طويل، هذا إذا كان يبي يقيم 4 أيام فأقل يقصر، أما ثم يواصل السفر، أما إذا كان يبي يقيم إقامة طويلة انتهى السفر، فلا يجمع ولا يقصر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز أن يقال عن رؤوس الضلال قبحهم الله؟ الدعاء لهم بالهداية أحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل عدم ورود بسم الله الرحمن الرحيم يقول هل عدم ورود بسم الله الرحمن الرحيم في بداية سورة التوبة، يقول لأنها رحمة من الله، وسبب عدم ذكرها أن التوبة فيها ذكر المشركين والمشركون لا رحمة لهم، هكذا يقول. يا أخي، سورة التوبة لم تنزل قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، لم تنزل قبلها، بخلاف السور الأخرى فإنها كانت تنزل قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بأدعية الاستيداع؟ الاستيداع؟ نعم، ما أعرفها، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل منع من الذهاب إلى دورة المياه للوضوء بسبب العمل، ويخشى إن انتظر إلى انتهاء العمل أن يخرج وقت الصلاة، يقول هل له أن يتيمم ويصلي؟ لا، الماء موجود يذهب ويتوضأ ولا يطيع من يمنعه من الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز إدخال الثمار، يقول هل يجوز إدخار الثمار حتى ترتفع الأسعار إذا كان ذلك لا يضر الناس؟ لا، إذا كان هذا مما يحتاجه الناس، إذا كان مما يحتاجه الناس فلا يمنعه من السوق، أما إذا كان الناس ما يحتاجونه فلا بأس أن يدخره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم قول بعض الناس للأمانة هذا المكان جميل؟ يقول هل لا يجوز الحلف بالأمانة؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول
هل التقرب إلى الله بالذبح لا يكون إلا في الأضحى؟ يكون في الأضحى وفي غيره مما ورد أنه من العبادات، الذبح فيه من العبادات. نعم. هل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تفسير القرآن بعد الاطلاع على تفسير الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم اجتهادا من عندي نفسه؟ التفسير ما فيه اجتهاد، التفسير ما يكون إلا بما ثبت عن العلماء الراسخين. نعم.